ثارت الهدنة بين الفصائل وأمريكا برأيك بعد عودة السوداني من واشنطن لو لا؟ حياك الله أخ عدي، بارك الله بك. أهلا بك. يعني خلي بالأول يصل قاني وكوثراني قبل ما نقول انهارت الهدنة لو راح تعلق الشغلة من جديد. هاي شنو؟ لا إيه، هو هذا الجديد اللي أقول لك إياه اليوم. قاني وكوثراني في طريقهم إلى بغداد. حلو. يعني خلت أخذ لها يومين ثلاثة أربعة، يعني المهم هم جايين إلى بغداد. شنو المهمة؟ وشنو المهمة؟ يعني هو هذا السؤال، شنو المهمة؟ المهمة أن السوداني لم يلبي أو لم ينجح أو فشل في تلبية كل ما طلبته منه الميليشيات أو ما طلبته منه إيران في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.